السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الزملاء الاعزاء نبدا محاضرتنا الثانيه بداء العصبونات المحركه القسم الثاني منها، هل الجميع جاهزون وإمكاننا البدء؟ تفضل حكيم. شكرا جزيلا لكم يمكن تقسيم الامراض التي تصيب الجمله مكان حسب مكان الاذيه الى كل من اذيه العصبون المحرك العلوي والسفلي واذيه الوصل واذيه العضلات واذيه الاعصاب المحيطيه اذيه العصب المحرك العلوي يسمى داء الوحدات المحركه اللي هو النورون العلوي النورون السفلي اسمه داء الوحدات المحركه والضمور العضلي الشوكي اذيه الوصل هو عباره عن الوهن العضلي الوخيم والتسمم الوشيقي هذه العضلات هو التهاب العضلات والاضطرابات الميتابوليك الاستقلابيه التهاب الاعصاب المحيطيه واديتها يشملها جيليان باري الذي خدناه سابقا ما هو داء الوحدات المحركه موتور نيرون ديزيز هو مجموعه مختلفه غير متجانسه من الامراض التنكسيه المزمنه دي دي التي يحدث فيها تدهور تدريجي لخلايا عصبيه معينه تكون هنا العصبونات المحركة المصابة فالعصبون المحرك العلوي يعني القشر الدماغي أمام شكرولاندو الذي يتشابك مع النورون السفلي النورون السفلي أي نوى الأعصاب القحفية والقرون الأمامية النخاع الشوكي والتي تتشابك مباشرة مع العضلات هذا الكلام كله سابقا أخذناه نعرج عليه بشكل سريع كتذكرة تتميز الأمراض التنكسية Degenerative Diseases في جهاز عصبي المركزي خاصة باستهدافها لخلية معينة مثلا إصابة خلية بوركنجي في الضمور المخيخي وإصابة العصبونات في الفص الصدغي في الزهايمر وإصابة النواة المذنبة في مرض هانتينغتون داء الرقص لهانتينغتون فغالبا بالطب بشكل عام بشكل عام يعني ليس فقط بالعصبية تكون شغلة كبيرة هي المصابة يعني إذا كان في أذية دماغية مثلا مع أذية عينية مع أذية كلوية نبحث عن شغلة واحدة عم تصيب هدول الشغلات ممكن يكون متلازمة استقلابية ممكن الوي ديزيز ممكن مرض واحد هو اللي عم يعمل مثلا الحمى التيفيه مثلا سبب ضخامه كبديه طحاليه مثلا ترفع حروري مثلا ممكن سبب تعب عام اعياء طفح وردي ف تظاهرات جلدية أو عينية أو عصبية أو قلبية أو عظمية يكون مسببها غالبا واحد هيك لازم أنت تشتغل بالنسبة لتشخيصك تفريقي بالطب وهكذا تكون الأمراض يعني تسمية يستخدم مصطلح داء الوحدات المحركة في بريطانيا وأستراليا وأجزاء من أوروبا وهو المصطلح الأدق بينما يستخدم في كل من أمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية التصلب الجانبي الضموري ALS فأنت حسب شو عم تدرس رح تشوف المصطلحين للتعبير عن داء الوحدات المحركة وداء الوحدات المحركة من ناحية التشريح والفيزيولوجيا يعني أقرب إلى الدقة يعرف المرض في أمريكا باسم لو ديزيز على اسم اللاعب البسبول الشهير والذي توفي جراء إصابته بهذا المرض كل العالم شافوا كمان بعض التسميات الاخرى وهناك تسميات معقده لا يتسنى الوقت لذكرها حاليا لكن حقيقه افضل شيء تسميه الداء العصبونات المحركه حتى لا نتشعب في هذا الموضوع جان شاركو وهو عالم يعني كان أول من قام بتسمية هذا المرض بتسميته الصحيحة عام 69 18 أصل التسمية في التصلب الجانبي الضموري A. Myotrophic lateral sclerosis A. تشير إلى انعدام A. مايو العضلات تروفيك تغذوي أو القوام وأصبح معناها بإضافة الآن ناقصة التغذية أو الضامرة lateral يصيب الحبال الجانبية في النخاع الشوكي Sclerosis التصلب ممكن حضركم اذا حضرتوا استاج عنا بالمشفى دكتور خالد ياسين كان يقول بعض الحالات تصلب الجانبي الضموري التصلب الجانبي الضموري عده حالات اتت الى المشفى وتمت مشاهدته في الاستاجات ان كنتم من بين الحاضرين الاليه المرضيه هناك العديد من النظريات ثيوريز التي تفسر سبب تموت وتنكس الخلايا العصبيه المحركه في هذا المرض ومنها النظرية الوراثية. نظرية العوامل الوراثية تقترح زيادة في تركيز النحاس والزنك أو خلل في إنزيم سوبر أوكسايد ديسموتيز النحاس ثنائي التكافؤ زائد اثنين والزنك زائد اثنين مع أنهما يعملان بالآلية التنافسية. تقترح النظرية الوراثية زيادتهما وزيادة تركيزهما. تعد إصابة خميرة اس او ديز واحد بطفرات من أهم الأسباب التي تساهم في تطور المرض فتصبح هذه الخميره او هذا الانزيم غير قادر على ازاله الجذور الحره وعندها تظهر الاصابه بداء الوحدات المحركه بعمر باكر. النظريه الثانيه نظريه زياده التاكسد ارتفاع معدلات الاستقلاب وزياده نشاط المتقدرات. النظريه الثالثه فرط التنبيه المستمر او السميه بالجلوتامين وذلك عند عندما يزيد تركيز الجلوتامين الذي يعد منبها عصبيا فتدخل كميات كبيره من شوارد الكالسيوم لداخل الخليه بينما يكون ذلك فوق قدره البروتينات الرابطه الكالسيوم على استيعابها وربطها فتتخرب المتقدرات. <applause> ناخذ دقيقتين استراحه. السلام عليكم نعود فنقول انه بسبب التنبيه العصبي الزائد في نظريه فرط التنبيه المستمر بالانسمام بالجلوتامين تدخل كميه كبيره من شوائب الكالسيوم داخل الخلايا بما يفوق قدره البروتينات الرابطه للكالسيوم على استيعابها وربطها فتتعطل وتتخرب المتقدرات وباقي العضيات الخلويه فيحدث تنكس بالخليه العصبيه وهي نظريه ذات شان هام و يعمل بها في الكثير من المؤتمرات ذكرت النظرية الرابعة وهي الضرر في البروتينات والعضيات الهامة بسبب محتوى العالي من الخيوط العصبية الدقيقة إذا أربع نظريات أربع نظريات لتموت وتنكس ديجنريتف للخلايا العصبية نظرية وراثية زيادة التأكسد فرط التنبيه و الضرر في البروتينات والعضيات الهامه دون التعريج او التوضيح الزائد او التفصيل الكبير فيها لانها بحث خاص بحد ذاته في علم العصبيه فقط نعرج على اسم النظريه بسبب احتواء هذه البروتينات على كميه كبيره من الخيوط العصبيه ننتقل الى التصنيف وتصنيف داء الوحدات المحركة هناك صور سريرية حقيقة زملائي العزاء متعددة لإصابة العصبونات المحركة وتختلف من مريض لآخر إذ تعتمد على اشتمال الإصابة على حسب اشتمالها لإصابة النورون المحرك العلوي أو السفلي أو اثنين مع بعض وما هي العضلات المشتملة بالإصابة هل هي عضلات البصلية أطراف علوية سفلية جذع وكذلك يتعلق الأمر بسرعة فقد العصبونات هل هي سرعة مترقية بشكل منتظم خلال السنوات أو بطيئة جدا مع طوال فترة البقية وهنا جدول يوضح بعض التفصيلات التي قد تكون هامة داء الوحدات المحركة إما إصابة النورون السفلي فقط معناته المشكلة بجذع الدماغ ويحدث شلل بصري حقيقي أو أنه المشكلة في القرون الأمامية النخاع الشوكي الضمور العضلي الشوكي Spinal Atrophy أو إصابة العصبول المحرك العلوي النورون العلوي وهي إصابة السبيل القشر الشوكي او القشر البصري اذا القشر الشوكي تصلب جانبي بدئي اذا القشر البصري شلل بصري كاذب اما اصابه اثنين مع بعض تعمل تصلب جانبي ضموري إصابة العصبون المحرك العلوي فقط مثل ما قلنا إصابة السبيل القشري البصري بجذع الدماغ شلل البصري كاذب أو السبيل القشري الشوكي تصلب جانبي بدئي وهو نادر ما هي العلامات المشاهدة الزملاء الأعزاء؟ أهم العلامات المشاهدة حقيقة هي اشتداد المنعكسات وخاصة المنعكس الفكي المنعكس الأخمصي بالانبساط علامة بابنسكي إيجابية يعني مجرد ما نذكر علامة بابنسكي فهي تعتبر إيجابية المنعكس الأخمصي بالانبساط علامة هوفمان باليد أيضا أيضا إيجابية تنبيه والضغط والطرق وضغط آه الفر الأصبع الأوسط يؤدي إلى عطف الإبهام نحو داخل اليد إصابة العصبون المحرك السفلي المسمى النورون السفلي فقط تكون الإصابة إما في جرع الدماغ أو بالنخاع الشوكي إذا في جرع الدماغ شلل بصلي حقيقي في النخاع الشوكي الضمور العضلي الشوكي العلامات هون بصير ضمور عضلات وتقلص حزمي تقلص حزمي أو تسمى تقلصات حزمية إصابة النورون العلوي والسفلي أشهر مثال عليها هو التصلب الجانبي الضموري اللي هو عم نحكي عنه يصنف أو يصنف بعض الاختصاصيين الضمور العضلي الشوكي كأحد أنماط داء الوحدات المحركة ولكنه مرض مختلف سببه عيب جيني محدد يؤدي إلى تنكس الخلايا العصبية المحركة السفلية في القرن الأمامي للنخاع الشوكي ويحدث فيه عجز وثم وفاة. لذلك لا يميل بعض الاختصاصيين أو مؤلفي الكتب العصبية إلى جعله أحد الأنماط. الآن أي التصلب الجانبي الضموري وذكرت لكم آنفا أنه يوجد حالات في مشفى الشهيد أحمد وسيم معاز تم تشخيصها وتطرق إليها في الاستاجات عند الدكتور خالد ياسين عصبية ف لكم ان تحضروا استاج عنده وان بعضكم علمت انه يحضر جزاكم الله خيرا اكثر شيوعا هذا اكثر شيء شائع اصابه في النورون العلوي والنورون السفلي مع بعض كما ما قلنا العلامات المشاهده اهم علامه مشخصه هي التقلصات الحزاميه ثم ضمور العضلات ضعف وهزال بالاطراف هي علامات اصابه السفلي صح اللي بعده هو بابنسكي هوفمان واشتداد منعكسات اصابه العلوي فانت اذا هدول مع بعضهم فبدل انه عندك اصابه بالسفلي والعلوي معناته هذا ايش؟ تصلب جانبي ضمور داء العصبونات المحركه. معدل البقيه 2 ل 5 سنوات. بعد بداية ظهور الأعراض إن وجود يد ضامرة مع منعكسات مشتدة علامة مميزة للتصلب الجانبي الضموري هام جدا لإيد ضامرة لازم منعكسات تكون غائبة بشكل عام يعني لكنها إن وجدت مشتدة فهذا تصلب جانبي ضموري ملاحظة سريرية يعد التصلب الجانبي من أكثر الأمراض مشاهدة وهو أكثر مرض يشاهد به تقلصات حزمية ويجب البحث عنها بصبر وتأني لأنها قد تتأخر بالظهور إلى مرحلة باكرة كما ذكرنا أنه بين سنتين إلى خمس سنوات البقية ممكن تأخر سنة أو أشهر وهي تحتاج محرد كالقرع على العضلة مثلا ونبحث عن تقلصات الحزمية في العضلات الدانية عضلات الكتف والبايسبس والترايسبس وعضلات الفخذ ونادرة ما تظهر بعضلات الأطراف إلا في حالات متقدمة جدا وأحيانا يمكن مشاهدتها في عضلات اللسان في عضلات اللسان إذا التصلب الجانبي الضموري وهو من الأمراض الهامة لشيوعه وصعوبة تشخيصه في كثير من الأحيان ننتقل إلى الشلل البصري المترقي progressive بالبر بالزي وهو يشيع أو يشهد أو يشاهد فيه ربع الحالات شيوعه في ربع الحالات الاصابه تكون في النورون العلوي والسفلي مع بعضهم شو العلامات المشاهده ضمور في عضلات اللسان ويبدو بشكل مدبب يعني مبوز اكثر مع اشتداد المنعكس الفكي عدم الثبات الانعطافي عفوا العاطفي الانفعالي وهذا يدل على اصابه محرك العلوي كما ذكرنا تفريقه عن بايبولر ثنائيه القطب يكون slurring speech الكلام غير واضح صعوبه بلع معدل البقيه يعد من اسرع الاشكال تسببا في الوفاه ست شهور 3 سنين معدل البقيه ست شهور 3 سنين ننتقل الى الضمور العضلي المترقي يختلف عن الضمور العضلي الشوكي يصيب عدد قليل من الناس حوالي 5% الاصابه فقط في العصبون المحرك السفلي علاماته السريريه تبدأ في القدمين وتمتد بشكل صاعد لتصيب العضلات العلوية البدء بالقدمين قد يذكر الصاعد يذكر به جيليان باري يحدث ضعف وهزال في اليدين معدل البقية من أبطأ الأشكال تطوراً 10 سنوات أحياناً 5 إلى 10 سنوات معدل البقية ننتقل إلى التصلب الجانبي البدئي primary lateral sclerosis أقل الأشكال شيوعاً نسبته نصف بالمئة خمسة بالألف الإصابة في العصبون المحرك العلوي نجد دمور محص... دمورا محصورا في الباحة المحركة الأولية أمام شقر لاندو إذا عملنا الرنين مغناطيسي أو طبقي محوري الرنين طبعا أدق العلامات المشاهدة ضعف بشكل رئيسي في الأطراف السفلية من الممكن حدوث ضعف في اليدين تلعثم وكلام غير مفهوم معدل البقية لا تتأثر بقي المريض بالمرض لكن من الممكن أن يتطور إلى تصلب جانبي دموري أي ليس مع أنه إصابة مع محرك علوي في عنا ضعف بشكل أساسي بالأطراف السفلية تشترك جميع أنماط داء الوحدات المحركة بعدم إصابتها لكل من الحس والعين والجملة الذاتية الجهاز العاشي والمخيخ وطالما أن الحس سليم فلا يوجد غالبا قرحات سرير خشكريشات لا يوجد لأن الحس سليم إضافة للمهارات المعرفية سابقا لكن تبين لاحقا إمكانية حدوث عته في الحالات المتقدمة جدا نستدل على بداية العته عن طريق تغيير سلوك المريض ليصبح كسلوك الأطفال كسلوك الأطفال والآن بعد أن أخذنا لمحة عامة عن داء العصبونات المحركة نبدأ بالتفصيل بالتصلب الجانبي الضموري اللي هو محور محاضرة اليوم يوجد شكلان للإصابة إما إصابات فردية أو إصابات وراثية إصابات فردية 90% الذكور للإناث هي أكثر واحد فاصل سبعة لواحد تقريبا تتأخر الأعراض في الظهور متوسط عمر الإصابة 58 63 في آخر عمر الشباب الإنذار سيء في معدل البقية وسطيا من بداية ظهور أعراض حتى الوفاة ثلاث سنوات تبلغ نسبة البقية 20% بالمية لخمس سنوات وعشرة بالمية عشر سنوات النمط الثاني إصابة وراثية نادر يعني 10% أقل تبدأ الإصابة بعمر باكر في مورثات وجينات مسببة أهمها الديسموتيز ديفيشنسي عوز الـ SOD1 أو إصابة موتيشن طفرة لهي الإنزيم أو هذا الخميرة متوسط عمر الإصابة يعني كمان بمرحلة الشباب المتوسطة إلى المتأخرة 43 إلى 63 معدل البقية أفضل المريض بشكل وراثي يعيش أطول من الأشكال الفرادية الأشكال الفرادية أشيع وإذارها قد يكون ليس جيداً يغيب حس الاهتزاز في الشكل الوراثي من المرض بشكل مميز اذا حس الاهتزاز يغيب لكن احنا ذكرنا فوق انه بشكل عام انه جميع انماط الوحدات المحركه حس فيها سليم والعين والجمل الذاتي والمخيخ جدول من السلايدات المقارنه بين الشكلين الفرادي والوراثي مدى شيوع الإصابة الذكور للإناث متساوية في الشكل الوراثي ولكن إصابة الذكور أكثر بالشكل الفردي ظهور الإصابة بعمر باكر بالوراثي وتتأخر في الفرادي أو الفردي متوسط 46 هنيك 56 الإصابة عند الشباب تسلب الضموري الجانبي 2 3 4 هنيك نادر إصابة البصلية 20 30% هنيك قليلة إصابة القدمين شائعة بشكل وراثي هناك أحيانا يعني أهم ما يميز هذا الجدول متوسط عمر الاصابه وأشياء عند الذكور واصابه اصابه باكره واصابه متاخره التوزع الجغرافي حوالين اليابان جزيره جوام بامريكا وغينيا يترافق مع الزهايمر وداء باركنسون في هذه المناطق فيسمى بمسمى تركيبي اسمه amyotrophic lateral sclerosis parkinsonism parkinsonism dementia complex ALS بي دي سي والسبب في ذلك هو تناولهم لنبتة النخل السرخسي سايكاد التي تنتج سما عصبيا يسمى بما او بي ام اي اي, اي. بي ام دبل اي ان تحفظها بي ام دبليو ولكن بي ام دبل اي فهذا هو آه النخل السرخسي بيسوي سم هيك اسمه وتخزنه في بذورها ويعد حمضا امينيا منبها للجلوتامين ويسبب فرط التنبيه حسب النظريه اعلاه نظريه فرط التنبيه بالجلوتامين وهي نظريه اخذت بها الكثير من الابحاث في المؤتمرات متلازمه الاي ال اس بلس الزائد اي تحدث عند بعض المرضى حيث يجتمع فيها كل العلامات السريه تصلب الجانب الضموري بالاضافه لاضطرابات اخرى بسبب اصابه جمله اخرى مرافقه مثل الخرف الجبهي الصدغي وخلل بالوظائف الذاتيه وداء باركنسون والشلل فوق النوى التقدمي او فقدان الحس وهي متلازمه صعبه التشخيص وتحتاج الى مراكز متخصصه وتحتاج الى الكثير من الجهد لتشخيصها متلازمه البلاس اي اس ما هي عوامل الخطوره؟ يعد كل من العمر والتاريخ العائلي للاصابه عاملا خطر وحيد مؤكد كما اكتشفت بعض العوامل التي تزيد من خطر إصابة بالتصلب الجانبي الضموري مثل التدخين الفلاحون صغار الكسبة الذين يعملون بأعمال شاقة التعرض للحام وصناعة البلاستيك النفطية واستخدام متكرر العضلات والألعاب الرياضية أيضا الذين يمارسون عضلات أو ألعاب رياضية الشاقة وصدمات كهربائية والردود وهي عوامل خطر ريسك فاكتور هذه عوامل خطر ثانوية أما الأساسية المؤكدة هي العمر والتاريخ العائلي الدراسات ماذا وجدت؟ وجدت أنه لا يوجد ارتباط بين النشاط البدني وزيادة خطر الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري ولكن ارتبط وجود زيادة في النشاط البدني نسبة لوقت الراحة والفراغ ببدء المرض بأعمار أصغر يعني زيادة النشاط البدني نسبة لوقت الراحة والفراغ ببدء المرض بأعمار أصغر شغلة دراسية بحتة عوامل سوء الإنذار الإصابة بالسن متأخر سيء آخر عمره يكون المعاوضة صعبة إصابة الناحية البصلية اصابه البصله بشكل عام بكل الامراض العصبيه يعد انذارها ليس بالمحمود. ظهور الاعراض بسرعه الهجمات المشتده بسرعه قد تسبب اعراضا ونتائجا كارثيه. قصر الفتره بين ظهور الاعراض والتشخيص اي انه مترقي بشده ولا يتيح مجالا لتشخيصه بدقه ولا يتيح مجالا لعلاجه ان وجد العلاج. التطور السريع المترقي للاعراض خطر جدا. انخفاض الوزن انخفاض مؤشر كتلة الجسم body mass index أيضا من العوامل التي تسيء للإنذار ظهور الخرف بشكل باكر فهذا فرونتو يعني في عنا مشكلة بالخرف أنه الصدغي الجبهي التراب الوظيفة الصدغية الجبهية وهي وظيفة هامة جدا فالخرف الباكر من علامات سوء الإنذار والدخول في طريق اللاعودة إصابة عضلات التنفس يؤدي إلى بداية بوجود ضيق بالتنفس فيسيء إلى الإنذار ومنه أيضا نستدل أن تدهور وظائف الرئة بشكل سريع يسيء إلى الإنذار ما يؤدي إلى الحاجة إلى يعني ريسبيرتوري دعم تنفسي قد يكون على طريق جهاز السباب أو جهاز الأكسجين أو المنفسة كلما كانت الإصابة تستهدف النورون العلوي والعضلات البصلية بشكل أكبر كانت الإصابة أسوأ كل ما كان فوق الوضع أسوأ معناته الامور تذهب باتجاه اللاعوده. التشخيص. التشخيص كلينيكالي سريري 100% تقريبا. ولا يوجد وسيله تشخيصيه مؤكده سوى تخطيط العضلات والاعصاب. سنستعرض بعض ال بعض الاستقصاءات. الرنين المغناطيسي على راسها لم يكن مفيدا سابقا اما في الوقت الحاضر فيمكن ان نشاهد بؤر وعلامات توجهنا للمرض. هذه البؤر المشار اليها بالاسهم توجه تجيه، توجيها اورينتيشن. عن طريق إصابة الانترنال كبسول المحفظة الداخلية توضعها في مكان مرور الحزمة القشرية الشوكية والقشرية البصلية هذه المحفظة الباطنة المحفظة الداخلية هذه الإشارات والبؤار قد تدل على أي اس التصلب الجانبي الضموري الاستقصاء الثاني بعد الرنين المغناطيسي وهو تخطيط العضلات وتخطيط الأعصاب الوسيلة التشخيصية المؤكدة confirmation method نقيس استجابة العضلات للتحفيز العصبي كما تظهر علامات تخطيطية للتقلصات الحزامية وعلامات لزوال التعصيب الحاد وزوال التعصيب المزمن ثلاثة تصوير النخاع في العمود الفقري الرقبي تصوير بالأشعة السينية يسمح بالكشف عن وجود آفات موضعة في منطقة من النخاع الشوكي وهي تحتاج إلى خبرة خاصة خزعة أو خزعة من العضلات أو العصاب قد يكون لها دور في التوجيه التحفيز بالمغناطيسي عبر الجمجمه يعد اختبار تحري اصابه العصب المحرك العلوي وتختص به بعض المراكز البحثيه العصبيه المتطوره ويمكن القول انه حتى يكون التشخيص دقيقا يجب ان تظهر علامات التخطيطيه في ثلاث اطراف على الاقل اما الاصابه المحصوره بطرف واحد فهي شكل نادر جدا جدا من اشكال داء الوحدات المحركه كما في مرض نوميتيك اميتروفي ناخذ استراحه دقيقتين صوت مسموع عند لا ما في صوت أخذ استراحة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا لابد من ان يكون هناك اصابه بعلامات تخطيطيه لاطراف ثلاثه على الاقل حتى يكون التشخيص دقيقا في العلامات التخطيطيه ما هي التشخيص التفريقيه هناك امراض عصبيه كثيره تدخل في التشخيص التفريقي لذلك قلنا انه من الصعب بمكان التشخيص

ما هي التشخيص التفريقية الهامة؟ حقيقة الأمر هناك صعوبة بتشخيص التصلب الجانبي الضموري في داء الوحدات المحركة أهم على مميزة له إصابة العصبون المحرك العلوي والسفلي مع بعضهم البعض ما هي الأمراض التي قد تسبب إصابة المحرك العلوي؟ الشلل التشنجي السفلي الوراثي إصابة شائعة عائلياً تظهر بعمر باكر تتطور ببطء يبقى المريض غ... قادر على المشي حتى عمر متاخر لا تصاب المسارات فيه وهي نعمه عظيمه تكون حياه مريض شبه طبيعيه اعتلال النقاع المرتبط بال HTLV1 وهو الفيروس اللمفاوي البشري نمط الواحد هي فيروسات تصيب الدماغ تكشف تكشف الاصابه بسهوله بواسطه المراي اما اعتلال الادينو مايو مايلو الاعتلال العصبي العضلي الكظري فهو غالبا عند كبار السن قد يحدث وقد يحدث عند الاطفال عند اصابه كبار السن تصاب الاطراف السفليه تظهر بشكل تشنجي لديهم عند اصابه الاطفال تصاب الناحيه القفويه بشكل متناظر يكون فقدان الرؤيه من اولى علامات المرض فهو اصابه كظريه عضليه عصبيه مشتركه اعتلال مشترك فيها اما عن لاثيريزم فتحدث بسبب تناول بذور احدى البقوليات والتي تحوي سما عصبيا، سماً عصبيا. آه هذه الاصابات وهذه الامراض حقيقه الامر انها من الامراض النادره آه التي تسبب اصابه العصبون المحرك العلوي وقليلا ما آه يؤدي حقيقه آه الاستقصاءات المتاحه في منطقتنا الى تشخيصها. نعم. آه، ننتقل الى امراض تصيب العصبون المحرك السفلي اهمها شلل الاطفال بوليمايلايتس اللي انتم اخذتوه بطب الاطفال واخذتوه ايضا في محاضرات سابقه. اثنين اعتلال الاعصاب المحركه متعدده البؤر واهم تشخيص تفريقي داء المحركات او داء الوحدات المحركه لانه تظاهر بضعف عضلي غير متناظر وضمور بالعضلات المصابه تطور تدريجيا بدون اعراض حسيه. وهو مرض مناعي ذاتي مزمن نشاهد فيه ايجابيه الاضداد كانجليوزيد جي واحد. ويظهر تخطيطيا بتوقف النقل العصبي للعصبونات المحركه وسلامته بالعصبونات الحسيه. وذلك على الرغم من انه مرض مزيل للنخاعين ولكن يتظاهر بشكل مشابه لاصابه المحاور العصبيه. اذا اعتلال الاعصاب المحركه متعدد البؤر هو اهم تشخيص تفريقي لداء الوحدات المحركه. لماذا؟ لانه يتظاهر بضعف عضلي غير متناظر وضمور بالعضلات المصابه يتطور تدريجيا بدون اعراض حسيه. الضمور البؤري الحميد وهو ضمور بطرف واحد فقط ينجم عن ضغط ميكانيكي في الأغلب متلازمة هوبكنز تكون بشكل التهاب أعصاب وضمور عضلي تالي لنوبة ربو حادة إذا ما هي متلازمة هوبكنز؟ التهاب أعصاب وضمور عضلي تالي لنوبة ربو حادة روبت. نوبة ربو حادة الضمور العضلي الشوكي أو الضمور العضلي النخاعي سبانر ماسكلر أتروفي في منه عدة أنماط رح نشوف نحن الانماط وأشياء نمط صفر يشخص عند حديث الولاده بوجود ضعف عضلي شديد وخلل بالمفاصل بده جهاز تنفس صناعي او سباب النمط الاول وهو اسوا نوع ويعرف بمرض ووردينغ هوفمان يشخص باكر عند الرضع يكون الرضيع رخو لين فلابي انفنت مع صعوبه بالرضاعه وتنفس البلع والسعال وجود تقلصات حزاميه باللسان وغالبا ما يتوفى الطفل بعمر السنه او حتى قبل السنه في مناطقنا يوجد بعض الدراسات التي تقول انه يوجد علاجات وهذه العلاجات قد, قد تكون هي خلاصه النخاع الشوكي الامامي في القرن الامامي وهي عباره عن نوعين اما حقن تحقن في ضمن السيساء الحقنه تعطى كل شهر مره او شراب شراب يشربه الطفل لكن للاسف الثمن مرتفع جدا فاخر الاسعار لهذه الحقنه او فتره العلاج او العلاج يعني قد يكلف 400 الف يورو أربعمائة ألف يورو لعلاج الطفل الواحد وما زال محصورا ببعض المؤسسات أو المنظمات الخيرية أو مراكز البحثية المتقدمة جدا واختيار محدود لهؤلاء الأطفال ضمن الدراسات لأن العلاج مكلف جدا وغير متوفر بشكل عام النمط الثاني تأخر في التطور الحركي مع صوبة بالسعال وخلل بالمفاصل هزال وجنف النمط الثالث ضعف عضلي خلل بالمفاصل نقص قدرة على المشي وجنف النمط الرابع البالغين يصابون ويكونون قادرين على المشي نوعا ما أهم نمط هو ووردينغ هوفمان والنمط صفر ونمط واحد هما أهم نمطين يمكن الحديث عنهما وأشيعها وأهمها على الإطلاق هو النمط الأول تاء ووردينغ هوفمان تلازمة كينيدي المرتبطة بالصبغ X وهي عبارة عن ضمور عضلي بصلي نخاعي اسمها بسمة وتظهر فيها تظاهرات داء الوحدات المحركة مع تظاهرات أخرى مثل التثدي وضمور الخصيتين وزوال الأشعار أي هناك إصابة غدية زائد إصابة وحدات محركة إذا في حال سمعت عن وجود إصابة غدية إصابة قندية إصابة الغدد التناسلية مع إصابة داء الوحدات المحركة عصبون أو نورون محرك سفلي وعلوي فهذه غالبا متلازمة كندي مرتبطة بالسبب الجنسي إكس إكس فهي فيتصيب الذكور والأم تورثه لنصف أبنائها الذكور والأم تكون غير حامل المرض ولا تصبه ما هو العلاج؟ العلاج حالياً لا يوجد أي علاج حقيقةً لا يوجد الآن دواء شافي من داء الوحدات المحركة ولكن يوجد بعض العلاجات التي توقف تطور أعراضه وتبطئ من سير المرض ومنها حقيقةً أدوية معقدة وأهمها هو راديكافا أو هو اسمه الإدارافون تمت الموافقه عليه من الاف دي عام 2017 ولعلاج الاشخاص المصابين بالتصلب الجانبي الضموري في الولايات المتحده الامريكيه. هو دواء ياباني الاصل استخدم في البدايه لعلاج الفالج ثم لوحظ انه يفيد في علاج داء الوحدات المحركه. كما ذكرنا انه ليس دواء شافيا ولكنه يبطئ من تطور المرض عبر كبحه فرط الاكسجه الحاصل فيه حيث اننا قد قلنا ان متلازمه فرط الاكسجه او فرط الاكسده عفوا فرط الاكسده وليس الاكسجه فرط, فرط الاكسده بوجود الجذور الحره من الاليات والنظريات المرضيه المعمول بها حاليا يستخدمه بعض المصابين بالزهايمر او اضطرابات الذاكره لتحسين ذاكرتهم الدواء الثاني وهو دواء آآ آآ ريليزول ريليزول وهو او ريليزول وهو دواء مثبط لنقل الجلوتامات في الجهاز العصبي المركزي central nervous system يعمل بثلاث آليات منفصلة لتقليل السمية الناجمة عن الجلوتاميت تثبيت إطلاق حمض الجلوتاميك وهو حمض أميني سالب الشحنة يحصر يحصر بشكل رئيسي أو بشكل غير تنافسي استجابة مستقبلات دي أي وتأثيره المباشر على قنوات الصوديوم المعتمدة على الفولتاج حتى يصير عندنا إزالة استقطاب الجرعة المصاب بها 100 ملي باليوم حسب الدراسات يؤخر تطور مرضي حوالي السنة وما زالت الدراسات تبحث عنه وتدرسه ليصار إلى تعميمه بشكل أكبر تأثيرات الجانبية غثيان ضعف عضلي شغلة بسيطة ولكن نلحظ وجود ضعف العضلي وهو ما يتنافى مع مهمة هذا الدواء تظاهرات الأخرى الشائعة تغير ملحوظ في وظائف الكبد الصداع اي تي تكون مرتفعه الم بطني اقياء دوخه تسرع قلب نعاس هذه شغلات بسيطه لكن حقيقه الامر اهم شيء انه يتم معايره الوظائف الكبديه اي ال تي انزيمات كبديه اي ال تي اي اس تي تعاير الالبيومين يعاير البي تي كل ست اشهر او كل سنه عند استخدام هذا الدواء ما هو السبورتيف تريتمنت العلاج الداعم وهو العلاج المتبع في مناطقنا أو أغلب المناطق لأن العلاجات اعلاه هي علاجات نوعية تختص بها مراكز بحثية أو مراكز متخصصة وهي قليلة إلا في الدول المتقدمة العلاج العرضي أنت عندك تشنج وعندك ضعف بدك تعالج التشنج بالباكلوفين تعطي كيزانيدين ميمانتين وتترازيبام مشان تشنج علاجات غير دوائية تدبير مفرزات شفط المفرزات غير مفيد بحالة مخاط السميك وتستخدم بحال سيلان اللعاب ومنفاخ ميكانيكي وتقنيات السعال لمساعدة اليد ممكن أيضا يشتري المريض جهاز سكشن أو يتعلم شلون يسحب مفازات تدبير عسرة البلع عسرة بلع مصيبة لأنه راح تسوي ذات الاستنشاقية وبالتالي دخول المريض في حلقة حلقة مفرغة من الإنتان التنفسي المزمن والدعم التنفسي وجهاز تنفس صناعي وحدوث القصور التنفسي ثم الوفاة اهتمام بتغذية المريض بركب له ان تيوب انفي فتره زمنيه معينه ما مشي الحال لانه يعني عنده عسره بلع ما فينه يبلع ممكن نعمل تفميم للمعده نفتح نحط قسطره بالمعده ونطفش فيها المغذيات الاهتمام بالوظائف التنفسيه كمامه اكسجين استخدام السباب كما ذكرنا اعلاه او جهاز التنفس الصناعي في الحالات الشديده خزع الرغامه ايضا خزع الرغامه من هنا استتباباته انه اذا نحط المريض على جهاز التنفس الصناعي 14 يوم او اكثر فيستطب خزع الرغامه حفاظا على الحنجرة وما تبقى من الجهاز التنفسي كيف يتم علاج الشلل البصري الكاذب؟ من المهم علاجه هو لتحسين وظيفة البلع عند المريض لأن البلع هام جدا ما بلع المريض بده أنجي تيوب بده تفميم المعدة راح يتشرد يصير مشكلة قديما كان يستخدم الأمتريبتيلين مضاد الاكتئاب ثلاثي الحلقة والفلوفوكزامين تخفيف هذه المفرزات حاليا في دواء جديد اسمه نيودكسترا تم التوافق عليه من الاف دي اي نقل الجلوتامات في جدول الدماغ والبصله كما يرتبط مع مستقبلات السيجما واحد تواصل بتعديل التعبير الانفعالي اذا هذا الدواء الحديث اه, نيو ديكسا او نيو نيو ديكسيتا انت فينك انه حتى تحفظه تحفظه من شقين النيو يعني الشق الاول من نيورو عصبيه ديكسا ابره الدكسا او شراب الدكسا مشهور عالميا ديكستا نيو ديكستا فينك تحفظوا هذا العلاج الشلل البصلي الكاذب قد نستخدم الليثيوم وليفودوبا لعلاج هذا المرض كعلاج بديل كعلاج بديل وله اختلاطات هامه جدا بحثت في داء باركنسون وبحثت بحثت في استخدام الليثيوم بالطب النفسي اتوقع اخذته في الطب النفسي الاعراض الاخرى مشكلة البولية والوذمات وتشنج الحنجرة والحنجرة والمقدرة اللغوية العلاج الحاح البولي التشنج التشنجي أوكسيبوتينين الأوكسيبوتينين هو ديتروسبام أوكسيبوتينين بينعطى للتشلل التشنجي بينعطى لمشان ما يضل عنا كل شوي يروح البريد على التواليت الوذمات المحيطية رفع الطرف والمساج وجوارب ضاغطة تشنج الحنجرة يزول عفويا مضادات الهستامين النوع الأول والثاني قد تكون مفيدة تحسين اللغة يحتاج إلى علاج خاص بمختص بالنطق ومختص باللغة ومختص عن طريق أجزاء حديثة في مراكز المقدرة اللغوية آه لمحة جانبية من أهم المشاهير المصابين بالتصلب الجانبي الضموري العالم ستيفن هوكينج ولكنه قد عاش 72 سنة الزملاء الأعزاء هكذا نكون قد أنهينا محاضرة آه القسم الثاني من داء العصبونات المحركة الشلل البصري الكاذب والحقيقي وداء العصبونات المحركة وتصل الجانبي الضموري التصنيف العام هو أهم ما يهمنا ويهمنا كذلك العلاجات الشائعة والهامة ودون التدخل بالعلاجات الفرعية يهمنا من الدمور عضلي الشوكي النخاعي (spinal ماسكلر اتروفي يهمنا داء وردنغ هوفمان والنمط صفر تبع حديث الولادة متلازمة هوبكنز أيضا هامة لأنها قد تمر معكم بالصدرية، لازم تظل موجودة معكم الآن، تشخيص تفريقية جيدة يجب الاهتمام بها التشخيص السريري بحت 100% بالحالات الحالات، عوامل سوء إنذار هامة، وأيضا من المهم أن نذكر حقيقة الأمر المقارنة الأساسية بين المرضين بشكل أساسي والتصنيف العام التصنيف العام هام جدا وان وجود اي الضامرة مع منعكسات مشتده علامه مميزه للتصلب الجانبي الضموري كذلك العلامات المشاهده من مع اهم هذه العلامات في التصلب الجانبي الضموري الاي مايوتروفيك تظاهرات السريه هام جدا جدا شكرا للزملاء على اصغائهم اذا عندكم سؤال تفضلوا اسالوا السلام عليكم. جاهز وعليكم السلام تفضل دكتور. حكيم بس الله يجزيك الخير بالمحاضره الاولى السبيل القش الشوكي الامامي لان هو بشكل 10% 8% بتصالب بالنخاع و2% ما بتصالب. حكيم بس مشان هي المعلومه نحن مرت معنا بمحاضره سابقه وبتشريح العصبيه لا. اعتمدنا انه جميع الالياف تتصالب والله نعم. اعلم نعم. يعني نعم نعم حقيقة الأمر هناك خلاف بين العلماء والمؤلفين العصبيين وذلك بسبب اختلاف التشريح بين البشر حيث وجدت هذه النسبة وهي نسبة ضئيلة جدا يعني لا تكاد تذكر تذكر 2% 10% فكلا الرأيان صحيح حقيقة الأمر لكن يعتمد حقيقة ما استجد آخر شيء فالمحاضرة اللي احنا ذكرناها سابقا اذا تذكروا اذا درستوا مناهج قديمه يعني كان كانت النسبه غير ذلك كانت 80 ب تمام؟ الا ان المصادر الحديثه قالت كما ذكرت حضرتك الدكتور ولذلك كلا الوجهان صحيح ونحن في اسئلتنا او في سؤالنا عن هذه الامور لا يتم التطرق الى الشغلات الخلافيه وانما الشائع هو الشائع كما يقول الذين ألفوا هذه المحاضرات أو هذا الكتاب البريطانيون بمنهجهم الـ FRCBH the, the common is common الشائع شائع رغم يعني عن جميع ما فينا نقول أنه 80% هي نفسها 90% والمشكلة إذا كانت 80% أو 90% فأنا مثلا لست من هؤلاء يعني الزملاء أو أو يعني أنا طالب علم مثلي مثلكم أو أستاذكم الآن بهذه المحاضرة لست من الذين يأتون بسؤال والله 80% ولا 90% ولا 95% ولا 85% يعني هذا الاحتمال حقيقة ليس منطقيا وبعيد كل البعد عن الهدف من السؤال وقد يكون سؤالا تعجيزيا وإن شاء الله أنا ما بجب يكون أسئلة تعجيزية شكرا جزيلا دكتورة ملاحظتك ودراستك الدقيقة كلا الوجهان صحيح ويمكن الأخذ بكليهما وغالبا لا يتم التطرق لهذه الأسئلة الخلافية على الأقل بالنسبة لي مشكور كثير حكيم الله يجزيك الخير حياك الله وبياك وكما تعلمون العصبيه ماده تخصصيه بحته وهي ماده صعبه وتحتاج الى جهد جبار مضاعف ولكنها من المواد الممتعه التي حقيقه يتم دراستها والتمتع بها من خلال حقيقه دراستها بشكل جيد و كما كما ترون حضراتكم يعني لا يوجد تبحر كثير لا يوجد تبحر لا يوجد تفصيلات لا يوجد تشعبات الامور يعني الخطوط العريضه يتم اخذها والتحدث عنها اي سؤال ثاني؟ اذا ما في سؤال نستريح خمس دقائق ثم نعطيكم المحاضره الثالثه اورام الدماغ فقط الاشياء الهامه الاورام الهامه اللي ممكن يعني تكون شائعة فقط فأنا في تركيزي على محاضراتي هو الشائع في الشائع لا أريد الأشياء النادرة لا يهمني أنه يعرف المريض الطبيب عفوا الشيء النادر الشيء النادر يا أخي مو أنت كطالب طب الشيء النادر لا استشاري الأمراض العصبية إذا ما في سؤال نستريح خمس دقائق ونعاود في الساعة الثامنة ونصف إن شاء الله شكرا لكم